او المينيمم بتاع داله في متغيرين. فتعالوا نفتكر كده مع بعض ازاي كنت بجيب الماكسيم او المينيمم بتاع الداله في متغير واحد بس. كنت بفضل الداله دي واساويها بالصفر، وبعد ما اساويها بالصفر يبقى انا كده جبت نقط اسمها كريتيكال بوينتس. كريتيكال بوينتس دي ممكن تكون ماكسيمم وممكن تكون مينيمم وممكن تكون لا، ده ماكسيمم ولا مينيمم. تمام؟ ليه جبتها؟ لانه عند الاف داش بيساوي صفر بيبقى المماس افقي، فممكن يكون المماس موجب قبلها وسالب بعدها، يبقى النقطه دي ماكسيمم، او العكس يبقى النقطه دي ايه؟ مينيمم. فانا النقطه اللي هيحصل عندها تغيير في اشاره الاف داش هتعدي على الصفر، فبيجيب النقط اللي عندها الاف داش بيساوي صفر. دي نقط احتمال يحصل قبلها وبعدها تغيير في اشاره الاف داش. طيب وبعد كده عايز اعرف ماكسيمم ومينيمم، فبعمل ايه؟ بشوف اشاره الاف داش قبل وبعد كل نقطه من الكريتيكال بوينتس دي. او كان في طريقه ثانيه كان اسمها السكند ديريفيتيف تيست، ان انا اجيب التفاضل الثاني الاف دبل داش واعوض بالاكس عند الكريتيكال بوينت دي. لو طلعت سالبه يبقى الداله دي مقعره للاسفل، يبقى النقطه دي ايه؟ كريتيكال بوينت ايه؟ ماكسيمم. طب لو طلعت موجبه يبقى النقطه دي ايه؟ مينيمم. طيب نفس تقريبا الميثودولوجي او طريقه التفكير بعملها لما يكون عندي داله في متغيرين، بس انا دلوقتي عندي تفاضل الاول ده نوعين، تفاضل بالنسبه للاكس وتفاضل بالنسبه للواي. مفيش حاجه اسمها اف داش، في حاجه اسمها اف اكس واف واي. زمان كنت بساوي الاف داش بيساوي صفر، دلوقتي بساوي الاف اكس والاف واي بالصفر. هجيب مجموعه من البوينتس، البوينتس دي اسمها ايه؟ كريتيكال بوينتس. طبعا هي ممكن تكون نقط كتير، انا بس انا جايب بالرموز كده نقطه واحده بس. الكريتيكال بوينت دي عايز اعرف عندها الداله بتبقى ماكسيم او مينيمم او لا ده ولا ده، فبعمل ايه؟ ده برده اسمه السكند ديريفيتيف تيست. بجيب حاجه اسمها ديسكريمينيتور، ده واضح نوعه عباره عن تفاضلات اللي هي من الدرجه الثانيه. لو الكميه دي طلعت اقل من الصفر يبقى النقطه دي بسميها سادل بوينت. يعني ايه سادل بوينت؟ الحصان، سرج الحصان يعتبر ماكسيم في اتجاه ومينيمم في اتجاه اخر. لو انت فكرت فيه خلاص، الفارس قاعد على الحصان، فبالتالي ظهر الحصان نفسه مقوس لتحت. تمام؟ انتوا شايفين الحصان من الجنب. اوكي؟ طيب في نفس الوقت لو انا قطعت الحصان كده بالطول، تمام؟ هيبقى ظهره مقوس بالشكل ده، فهو مقوس في اتجاه ده وفي اتجاه ده. خلاص؟ اشهر شكل للحاجه على شكل سادل بوينت، عارفين بطاطسايه البرينجلز؟ جيب بطاطسايه البرينجلز كده وبص عليها، هتلاقيها ماكسيم في اتجاه ومينيمم في اتجاه تاني. المهم لو الكميه دي طلعت اقل من الصفر دي سادل بوينت، لو اكبر من الصفر يبقى هتبقى مينيمم او ماكسيم. فبعمل ايه؟ ببص على اشاره الاف اكس اكس. فاكرين لما كنا بنقول الاف دبل داش لو كان موجبه يبقى ده مينيمم، هنا الاف اكس اكس هو بيقوم بدور ايه؟ الاف دبل داش. ولو الاف دبل داش كانت سالبه يبقى النقطه دي ماكسيم، هنا الاف اكس اكس هو اللي بيقوم بدور الاف دبل داش. طيب ليه ما بصيتش على الاف واي واي؟ مش هتفرق. اقول لكم ليه؟ في الحاله دي لما يكون الكميه دي موجبه يبقى اشاره اف اكس اكس والاف واي واي هي نفس الاشاره، لان هما لو هما الاثنين عكس الاشاره هتبقى الكميه دي كلها ايه؟ سالبه، هتبقى في الحاله دي. طالما بقول لك انه الكميه دي موجبه يبقى الاثنين دول ليهم نفس الاشاره، هما الاثنين موجبين مع بعض او هما الاثنين سالبين مع بعض. فاشوف اي واحد فيهم لان الثاني دي نفس الاشاره اكيد. تمام؟ طبعا كل الكلام ده بعمله ايه؟ عند نقطه اللي هي كريتيكال بوينت. طب لو عندي كذا كريتيكال بوينت بكرر الكلام ده لكل الكريتيكال بوينتس اللي عندي. طبعا الداله دي هي اللي عايز اعمل لها ايه؟ ماكسمايزيشن او مينيمايزيشن. بسميها ساعات الاوبجكتيف فانكشن. ماشي؟ طيب الصعوبه بتبقى في ازاي احل معادلتين في مجهولين. ليه هما معادلتين في مجهولين؟ هي الاف دي مش فانكشن في اكس وواي، المفضلها بالنسبه لاكس في العموم هتبقى عباره عن فانكشن في اكس وواي بسبب الصفر، يبقى دي معادله فيها اكس وواي ومعادله ثانيه برضه فيها اكس وواي، معادلتين في مجهولين بس مش لازم خالص يكونوا خطيين، مش لازم يكونوا لينير ايه كويشنز. فالصعوبه بتبقى في الجزء ده، ان انا اجيب الايه الكريتيكال بوينت. الباقي ده الكلام يعني حتى لو طول فهو تطبيق مباشر، بجيب الكميه دي اللي هي ديسكريمينيتور خلاص، واشوف لو اقل من الصفر يبقى سادل بوينت خلاص ما عملش اي حاجه تاني، لو اكبر من الصفر اشوف السكند ديريفيتيف تيست ده اشوف اشاره الاف اكس اكس تمام او الاف واي واي زي ما اتفقنا. طيب انا بصراحه الجزء ده كنت نيتي ان انا احل عليه سريعا جدا، فانا هحل مساله على النوع ده ومساله على اللاجرانش مالتبلاي. اللاجرانش مالتبلاي ده برده طريقه ثانيه ان انا اجيب الماكسيمم والمينيمم بتاع داله في متغيرين. طيب نفترض ان انا عندي داله بالشكل ده
عايز ايه؟ عايز اجيب الاكستريم بوينتس، يعني النقط اللي عندها قيم عظمى والنقط اللي عندها قيم صغرى، ولو عندك سادل بوينتس جيبها برده. تمام؟ فاول حاجه هعمل ايه؟ هجيب الاف اكس واسيبها بالصفر، واجيب الاف واي واسيبها بالصفر. الكلام ده في الحاله، في المساله دي هو الاف اكس بيساوي كام؟ 3 اكس سكويرد ماينس 12 واي. تمام، اساوي الكلام ده بمين؟ بساوي صفر. هيبقى عندي معادله، اسمي المعادله دي رقم واحد. طيب واجيب الاف واي، الاف واي بيساوي كام؟ فاضل ده كله بالنسبه للواي، يبقى 8 في 3 24 واي سكويرد، وفاضل ده بالنسبه للواي يبقى ناقص 12 اكس بيساوي صفر. يبقى انت بتفاضل وبعد كده بتساوي الصفر، يبقى عندك معادله. دول معادلتين في مجهولين، تصرف باي طريقه، اتشقلب كده حوالين نفسك عشان تحل المعادلتين دول. الصعوبه كلها بيبقى في حل المعادلتين دول. تمام؟ طيب تعال نمسك المعادله دي، ولو لاحظت هي ممكن تعتبرها اكس تربيع بيساوي 4 واي. مش هبروزها تاني. طب المعادله دي ها اكس بيساوي 2 واي سكويرد. تمام؟ طيب ما تعوض في المعادله دي جوه دي نشوف هيحصل ايه. بمعنى ان انا اشيل كل اكس هنا واحط بدلها 2 واي تربيع، هيبقى عندي 2 واي تربيع. كل الكلام ده هو مين؟ هو الاكس، معمول له ايه؟ سكويرنج، بيساوي 4 واي. طبعا انت ممكن تعوض بدي جوه دي او العكس. تمام؟ فلو عوضت بدي جوه دي يبقى هيبقى عندك معادله فيها واي، يعني انت هتجيب الواي بدايه الاكس، اسف يا اكس، هتجيب الواي بدايه الاكس وتحطها هنا اهو، هيبقى عندك معادله فيها اكس فقط. تمام؟ المهم حل معادلتين مع بعض باي طريقه ما، ومفيش طريقه ستاندرد، بتقعد تلعب كده بالمعادلات عشان تجيب ايه؟ مجموعه الحلول بتاعتها. طيب طبعا في اربعه هنا تروح مع اربعه، يبقى عندك واي اس 4 بيساوي واي، يبقى دي عباره عن واي اس 4 ناقص واي بيساوي صفر. تعال ناخد واي عام مشترك، فيبقى عندنا واي في واي تكعيب ماينس واحد بيساوي صفر. دي ليها كذا حل، دي معادله من الدرجه الرابعه، يبقى المفروض ليها كام حل؟ اربع حلول. تمام؟ طيب ده يتفك الى واي في واي ناقص واحد في واي تربيع زائد واي زائد واحد بيساوي صفر. القوس الاول هيدي لك حل، القوس الثاني هيدي لك حل، القوس الثالث هيدي لك حلين، بس الحلين دول كومبلكس، فبالتالي هم مرفوضين. جرب كده جيب المميز بتاع المعادله او المعادله بتاع الدرجه الثانيه دي، هتلاقي ان المميز ده هيطلع ماله سالب. تمام؟ بي سكويرد ماينس 4 اي سي يبقى ناقص 3. طيب يبقى انت عندك حلين، ده شيء كويس، حلين حقيقيين، واي بيساوي صفر واي بيساوي 1. طيب لما تكون واي بيساوي صفر يبقى الاكس بكام؟ يلا تعوض هنا، يلا تعوض هنا. طيب بس انت لو عوضت هنا هيبقى عندك اكس بيساوي اكس تربيع بيساوي صفر، ماشي حل واحد. طيب لما تعوض باي بيساوي واحد عندك حلين، دي هي اللي تديك الحل الوحيد. خلاص؟ يبقى عوض هنا، فلما تحط الواي بيساوي صفر تبقى الاكس بيساوي صفر، لما تحط الواي بيساوي واحد تبقى الاكس بيساوي 2، مش موجب او سالب 2 زي المعادله دي ما هتدي لك. تمام؟ يبقى هنا الاكس بيساوي كام؟ 2. يبقى انت عندك كريتيكال بوينت هنا 0 و0، وعندك كريتيكال بوينت هنا 2 و1. يبقى انت عندك 2 كريتيكال بوينتس. يبقى ما كنت بقول ان كريتيكال بوينت هتطلع A و B، لا، هما كريتيكال بوينتس هيطلعوا كذا نقطه A و B. يعني لو واحد ادالك اكتر من حل جرب التاني، يمكن يديلك حل وحيد. يعني اكس بيساوي سالب 2 بيحقق المعادله دي بس ما بيحققش المعادله دي، وانت عايز المعادلتين يحققوا في نفس الوقت. تمام؟ تخيل كده، انت جبت الواي بيساوي صفر، فالواي بيساوي صفر ماشي جبتها، هتعوض بالاكس او الواي، اسف، واي بيساوي 1، هتعوض في المعادله دي، يبقى عندك حل اللي هو اكس بيساوي سالب 2، بس الحل ده لا يحقق المعادله دي، وانت عايز الحل يحقق المعادلتين في نفس الوقت. تمام؟ طيب يعني لو طلع لك كذا حل عوض في المعادله الثانيه، شوف اذا كان في حل منهم مرفوض، ان انت عايز تحقق المعادلتين في نفس الوقت.
طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنكرر التست ده بالنسبه للنقطتين. طيب هجيب بس الاف اكس اكس كداله بكام؟ 6 اكس اف واي واي يلا اجيبه من هنا اللي هو بكام؟ 48 واي اف اكس واي ده اللي ممكن اجيبه يلا من هنا يلا من هنا لانه ده دي كونتينيوس يبقى تفاضل بالنسبه لاكس بعد كده بالنسبه للواي هو نفس التفاضل بالنسبه للواي وبعد كده بالنسبه لاكس هيطلع بكام؟ ناقص 12. طيب الثلاث كميات دول هل هما ثوابت؟ لا. فالكميه دي من غير معوض بالنقطه هي داله في اكس وواي. طب انا عايز اعرف هي قيمتها عند النقطه اللي هي كريتيكال بوينت بكام؟ فبالتالي بعد كده بعوض. تمام؟ فتعالوا نيجي عند النقطه 0 0 تمام؟ نحسب اف اكس اكس اف واي واي ناقص اف اكس واي كلها سكويرد بس عند النقطه 0 0. طيب الكلام ده بيساوي اقعد بالنقطه 0 0 يبقى اف اكس اكس بصفر اف واي واي بصفر يبقى 0 في 0 ماينس ماينس 12 تربيع يبقى الكلام ده هيطلع سالب ولا موجب؟ سالب. سالب كام مش مهم يعني ما تحسبش الرقم يعني تمام. طالما طلع سالب يبقى النقطه دي ايه؟ سادل بوينت. يبقى النقطه 0 0 از سادل بوينت. حلو اكرر الكلام ده بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي نقطه 2 و1. طيب اجيب الاف اكس اكس. طيب انا بس مكسل اكتب الكميه دي تاني تعال نكتبها عشان يبقى الحل كامل. طيب وبرضه مش هجيب قيمتها لا انا هجيب بس يعني هي موجب ولا سالب. طيب 6 في 2 يبقى 12 تمام وبعد كده اضرب في 48 في 1 تمام كده انا جبت اف اكس اكس في اف واي واي ناقص طبعا الكميه دي واضح ان هي كبيره ناقص ناقص 12 تربيع ده 144 بس ده اكبر بكتير من 144 فبالتالي الكميه دي مالها؟ اكبر من الصفر. طيب اكبر من الصفر يبقى ابص على اشاره اف اكس اكس اللي هي اكيد هتطلع نفس اشاره الاف واي واي عشان محدش يقول لي اصل خلي بالك الداله دي في متغيرين مفيش واحد احسب التاني يعني الاكس لا تتميز عن الواي في حاجه فبالتالي المفروض في القوانين في سيمتري بصوا على القانون في سيمتري ما بين الاكس والواي تمام فاكيد الكونديشن ده برضه في سيمتري فيه فبالتالي خد بقى الاف اكس اكس او خد الاف واي واي. طيب الاف اكس اكس عند النقطه 2 1 بكام؟ اللي هي كنا حسبناها ب 12 12 تمام اكبر من الصفر يبقى النقطه دي مالها؟ مينيمم. اوكي يبقى انت عندك مينيمم يبقى النقطه 0 0 2 1 اسف زي لوكال مينيمم. طيب بعد كده عايز يجيب قيمه الداله عند النقطه دي يبقى عوض في الداله دي ويجيب الايه؟ تمام يبقى اف 2 1 بيساوي عوض بقى في الداله دي وتبقى دي القيمه اللي انا جبتها دي اقل قيمه للداله بتاعتي. لا عوضت بالصفر والصفر. ايه السؤال معلش؟ انت عايز تعوض في الداله بصفر وصفر. هديك رقم. ليه الصفر ممكن يعني طيب بص يا سيدي اقول لك حاجه النقطه دي استنى بس اصبر معايا هو سؤال كويس النقطه دي هتطلع سالبه ماشي النقطه دي تطلع صفر يعني الزاد هنا سالب وهنا الزاد بصفر طيب ليه ما تكونش دي ماكس تمام فالكونديشن ده لازم اتاكد منه خلاص. طيب الصعوبه يا جماعه ده كلام فاضي هو طويل كل حاجه الصعوبه فين في ان انا احل معادلتين في المجهولين دول اللي هم معادلتين ممكن يكونوا غير خطيتين ماشي تاني كده الصواب ادالك كده سيبك من ده خلاص ف اف واي اكس اف اكس واي مش تفرق المهم ان هي داله في متغيرين تمام
الاشتقاق ده ماشي افكارتك شكل الداله دي جيب اف واي اكس. بصوا يعني انا لما جبت ده بصيت على ده او بصيت على ده فاضل ده بالنسبه للاكس هيطلع بكام؟ ناقص 12 فالاثنين واحد في حاله طبعا الدوال اللي هي كونتينيوس. دايما في كل الدوال اللي احنا تعنينا اللي هي الدوال الكونتينيوس خلاص. وحتى الشرط ده بس عشان بس ايه بنقوله لانه عشان بس نبقى كلامنا رياضيا يعني صح 100% بس احنا كل الدوال اللي احنا نقابلها ده الدوال الكونتينيوس وبالتالي الشرط ده متحقق. قول بس دي مش ديفرنشبل عند الصفر والصفر عند الواحد والواحد مثلا يعني ماشي. خلينا نبعد عن الحالات الخاصه دي. هو الفكره انه ايه كل الدوال اللي احنا هنقابلها هتبقى كونتينوس. طيب نتكلم بقى على جرانش مالتيبلاير وايه الفرق ما بينه وبين الكلام ده. طيب انا كان نفسي احل المسائل كتير لانه فعلا افكار بتاعه داله في متغيرين دي او اسف معادلتين في مجهولين نون لينير افكار كتير وملهاش طريقه ستاندرد زي ما اتفقنا. قول تمام. عوض لو هو عايز يجيب قيمه المينيمم. انت عارف ان هي عندها مينيمم بس كام بقى الداله نفسها مينيمم بس بكام عوض في الداله الاصليه خلاص. طيب نفترض بقى الداله بتاعتي مش متغيرين. الداله بتاعتي في ثلاث متغيرات اف واكس وواي اكس وواي وزد اس ماشي. يبقى ده ما ينفعش اسميه زد اسميه ايه دبليو. وبرده الداله دي عايز اجيب الماكسيمم والمينيمم بتاعها. طيب انا عندي داله في ثلاث متغيرات اكس وواي وزد. فالزد هنا بقى غلبان زيه الاكس او مش غلبان بقى يعني هو عامل معامله مع اكس وواي ما بقاش هو المتغير التابع بقى هو متغير مستقل زيه زي الاكس والواي. مين المتغير التابع هنا؟ دبليو خلاص. الداله دي عايز اخليها يعني اعرف اجيب الماكسيمم او مينيمم بتاعها تمام. بس في كونسترين او في شرط متحقق اللي هو المعادله دي. ففي طريقتين للحل ان انا اجيب الزد بتاع الاكس والواي من المعادله دي ماشي. هي معادله فيها اكس وواي وزد. تصرف جيب الزد لوحدها ناحيه الشمال بدايه الاكس والواي. امسك الزد اللي انت جبتها عوض بيها في الداله اللي هي اوبجكتيف فانكشن. بقت الداله دي فانكشن في مين؟ اكس وواي فقط. اشتغل بالطريقه اللي احنا كنا لسه شغالين بيها. بقى عندك داله في اكس وواي فقط حلها بالسكند ديريفتيف تيست تمام. دي طريقه. الطريقه الثانيه عن طريق اللاجرانج مالتيبلايرز. ايه طريقه اللاجرانج مالتيبلاير ده؟ بيقول لك إيه؟ انت عندك داله عايز تخليها ماكسيمم وداله او مش داله معادله عباره عن كونسترين شرط لازم تحقق. فكون حاجه اسمها اتش. الاتش دي فانكشن في اكس وواي وزد ولامدا. دي عباره عن ايه؟ الداله اللي انت عايز تخليها ماكسيمم او مينيمم اوبجكتيف فانكشن بلس لامدا في الطرف الشمال من الكونسترين. طيب مش كونسترين ده دايما بيساوي صفر؟
خلاص. فانت لما تعمل ماكسيمم لدي كانك عملت ماكسيمم لدي صح؟ لا، لانه الكميه دي على طول بصفر. خلاص. طيب يبقى انت هتجيب الماكسيمم بتاع ده. هتجيب الماكسيمم بتاع ده ازاي؟ هتجيب الاتش اكس وتساويه بالصفر، والاتش واي تساويه بالصفر، والاتش زد تساويه بالصفر، والاتش لامدا وتساويه بالصفر. طب تعالوا بس نمسك المعادله الاخيره دي، لانه يعني هي بتوضح فكره. فاضل الداله دي بالنسبه للامدا يدي لك ايه؟ جي اوف اكس واي وزد، تمام؟ لما تساوي بالصفر يبقى انت رجعت لمين؟ للكونسترينت تاني. تمام؟ ولما الثلاثه دول تفاضلهم بيساوي صفر يبقى ده برضو تفاضله بيساوي صفر. صح؟ لا، لانه الكميه دي كلها بكام؟ بتساوي صفر. تمام. يبقى انت بتكون داله جديده. الداله الجديده دي داله في كام متغير؟ اربع متغيرات. خلاص، بتجيب لها الماكسيم بتاعها. طيب احنا قلنا الماكسيم بتاع الداله في متغيرين اف اكس بيساوي صفر واف واي بيساوي صفر. طب لو ثلاث متغيرات الثلاثه بيساوي صفر. طب لو اربع متغيرات الاربعه بيساوي صفر. تمام. الاخيره دي هي مجرد ان انا بدخل الكونسترين برجعه تاني. يعني الاخيره دي لما تكون متحققه كاني برجع الكونسترين، لان انا كنت ايه؟ كنت حطيت الداله بس ما قلتش ان هي بتساوي صفر، فبرجع الكونسترين في الاعتبار. تمام. دول بقى كم معادله في كم مجهول؟ تمام، 4 equations في 4 نونس اللي هم طيب انت عايز تجيب حاجه شبه او شبه هي كريتيكال بوينت، عايز تجيب قيمه الاكس واي وزد، يبقى اللمضة في حد ذاته انت مش عايزه، صح؟ بس ساعات بضطر اجيب اللمضة عشان اجيب الاكس واي وزد، بس هو زي ما يكون ايه، وسيط كده يعني. تمام. جبت الاكس واي والزد، تمام، محتاج تيست زي السكند ديريفيتيف تيست، بس ما عندناش التيست ده. فكل هعمله يعني انا لما جبت الاكس واي وزد بيساوي يعني، او جبت النقط اللي عندها الكونديشنز حققها زي ما كنت جبت كريتيكال بوينتس، بس عشان اعرف مين منهم فين الماكسيمم محتاج تيست زي التيست ده، بس ما عندناش. فبالتالي بعمل ايه؟ بعوض في الداله دي واجيب بارقام. تمام. ما انا عندي كذا نقطه بتحقق الكلام ده، خلاص. الرقم طلع يعني كريتيكال بوينت او انها كريتيكال بوينت ثانيه، واحده مثلا بوزيتيف واحده نيجاتيف، يبقى البوزيتيف هي الماكسيمم، النيجاتيف هي المينيمم، او اثنين بوزيتيف بس واحده كبيره اكبر من الثانيه، يبقى الكبيره هي الماكسيمم والصغيره هي المينيمم. تمام. الصعوبه كلها فين؟ ان انا احل اربع معادلات في اربع مجاهيل. اتفضل يا باشمهندس. طيب هي اكس واي بس مفيش ده. طيب في كونسترين ولا مفيش كونسترين؟ في كونسترين. تمام. يبقى انت بتستخدم، انا اقول لك انت عملت ايه. طيب لو في كونسترين مش ينفع تجيب الواي بدات الاكس الكونسترين ده وتعوض بيها فوق، انت ما عندكش زد، فيبقى عندك دي داله في مين؟ اكس فقط. تمام. وتحل. تمام. عايز تطبق الكلام ده ينفع تطبقه، بس انت هو فعلا احنا عملنا كده برضو، بتخلي المشكله بتاعتي ماكسمايزيشن بتاع الداله في متغير واحد بس، خليتها في ايه؟ في متغيرين. ابقى صح هنا ثلاث متغيرات. هو ممكن مفيش مشاكل. طيب عايزين نحل مساله وبرضو يبقى الصعوبه، لا هو الصعوبه بس مش في دي بس، الصعوبه في فهمك للمساله وتحديدك للاوبجكتيف فانكشن والكونسترين. تمام. تاني يا باشمهندسين معلش، انت تقرا المساله، مساله بتبقى مساله كلاميه. يعني ايه مساله كلاميه؟ بيرغي كده. تمام. والوصف الكلامي ده المفروض تستنتج منه داله عايز تخليها ماكسيم او مينيمم اوبجكت فانكشن، وعايز تستنتج الشرط. ففي ناس بتلخبط بين الاثنين خلاص، او ما تعرفش تجيبهم او بتجيبهم غلط. فاهم خطوه الخطوه دي. تمام. لو جبت ده وسويت الاربعه بالصفر وانت جايب الاوبجكت فانكشن صح والكونسترين صح، بس ما عرفتش تكمل، على الاقل ايه يعني الدكتور هيتعاطف معاك وهيديك جزء من الدرجه. تمام. لكن لو انت الاوبجكت فانكشن والكونسترين جبتهم الغلط الاول، ما تتوقعش حاجه من دول. تمام. فركز في بدايه المساله، تحدد بس الاوبجكت فانكشن والكونسترين ايه هما. تمام. صحيح، انت بعد ما جبتهم صعوبه الاناليسيس ما وقفتش لغايه هنا، لا بيبقى في صعوبه في الجزء ده، بس يعني حتى لو جبت الجزء ده هتاخد درجات. طيب
طيب عايز اجيب اكبر حجم للميتابوليزم الستلات جوه الابسويد جوه السطح الناقص ده. طيب انا بس عايز ايه اوضح لكم ايه المشكله اللي عندنا. نفترض ان انا ما عنديش الابسويد عندي اليبس عادي جدا تمام، عايز ارسم جواه مربع وعايز الحجم او مش الحجم بقى المساحه بتاعت المربع تكون اكبر ما يمكن. فانت الطمع بتاعك يقول لك ايه، طيب ما تعرضه قوي، انت ما تعرض الايه مربع، انت بتزود المساحه ده لو الارتفاع ثابت تمام. عرض قوي الايه مربع بتاعك، هتلاقي ان انت لما تعرضه قوي هيحصل ايه في ارتفاعه، يقل تمام. طيب صغر كبر الارتفاع تلاقي العرض ايه، ففي كومبرومايز في النص كده. يعني هو دلوقتي لما العرض يزيد ارتفاع يقل، فحاصل ضرب يقل. طيب لما العرض يقل ارتفاع يزيد بس برضه حاصل ضرب اقل، ففي كده تريد اوف او كومبرومايز في النص، بحيث يبقى في مربع كده ادي لك المساحه لايه الماكسيمم تمام. دايما مشكله الماكسيمم مينيمم في تعارض ما بين حاجتين. يعني انت لو انت عايز تجيب ماكسيمم بتاع داله مثلا على طول بتزيد عادي جدا، نعوض بقى على نقطه. طب مشكلتك مع مين؟ داله بتزيد وبعد كده بتقل تمام. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ايه 3D، سيبك من الكلام ده. ففي 3D بقى نرسم رسمه في 3D، ادي الالبسويد تمام. هرسم عندي متوازي مستطيلات بالشكل ده، تمام. طيب هي رسمه في 3D، انت عايز متوازي مستطيلات ده يكون اكبر ما يمكن، فبالتالي انت مش هتخليه الكورنرز بتاعته مش لامسه الالبسويد، لا اكيد هتخلي الكورنرز بتاعته على الالبسويد، لانك لو دخلتها جوه يبقى طب ما توسع، يعني انت مضيق على نفسك ليه، وسع. فاكيد اكيد تمام انه الكورنرز اللي هم كام كورنر، 8 كورنرز بتاع المتوازي المستطيلات ده واقعين على الايه على الابسويد. فتفترض ان الكورنر ده خلاص احساسياته اكس وواي وزد. طيب ده محور اكس وده محور واي وده محور زد، تفتكر الكورنر المقابل ليه بس في اتجاه السالب الواي هيبقى احساسياته ايه، اكس وسالب واي وزد تمام. طيب العرض ده هيبقى بكام المسافه دي، 2 واي. طيب لو خدت مثلا النقطه اللي تحت دي، الكورنر اللي تحت ده، الكورنر اللي تحت ده احساسياته كام، اكس واي سالب زد تمام. يبقى الارتفاع ده بكام، 2 زد. يبقى انت متخيلين الفوليوم اللي انا عايز اخليه ماكسيمم عباره عن ايه، 2 اكس في 2 واي في 2 زد، يبقى بيساوي كام، 8 اكس واي. ده اللي عايز اخليه ايه ماكسيمم تمام. بس ما كبرش الاكس زي ما انا عايز بقى، ليه؟ لو كبرت الاكس هتلاقي الايه الاثنين التانيين صغروا تمام. طيب دي الاوبجكتيف فانكشن، ايه الكونسترين؟ قول يا باشمهندس. بالظبط، هي الالبسويد نفسه السنتر بتاعه هو نقطه الاصل تمام. و اقول لك ليه في تماثل، انت لو قلت الـ مش المكعب المتوازي المستطيل ده مايل ماشي اليمين شويه تمام، هو ينفع يخرج عن يعني اخره من اليمين؟ لا. طيب انت حركه كده يمين، يبقى الطرف الشمال مش واصل للشمال خالص تمام. طيب يبقى في مسافه، طب ما تاخدها معاك هتمدها لغايه مين لما يبقى زي مقابل المسافه اللي مشتها يمين. فبالتالي يعني منطقي جدا انه يكون في سيمتريه تمام، وانه يكون الثمانيه كورنرز واقعين على ايه على الابسويد. لا 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 لا, لا. الاكسس متشفت نفسه، يعني هتعمل انت نقل المحاور وتعمل اكس كابيتال واي كابيتال وزد كابيتال، وهيبقى الفوليوم اللي انت عايز تجيبه 8 اكس كابيتال واي كابيتال زد كابيتال، واشتغل على المحاور الجديده. يعني هو ممكن يخدعك على فكره، بسيطه جدا، يشيل الاكس دي يحط بدل اكس ماينس 1 واي ناقص 2 زد ناقص 5 ويقول لك ايه، يعني نقتلك السطح على اليمين، او يعني نقتلك كده متعلق في الهواء خلاص. مش هو نفس الحجم او متوازي المستطيلات، نفس متوازي المستطيلات بنفس حجمه،
فانت عامل دوران مش دوران نقل المحاور واشتغل على المحاور دي. فكره كويسه، سؤال ظريف. تمام. طيب دي الاوبجكتيف فانكشن، ينفع شيل الثمانية دي؟ ينفع. ما انت لو كبرت 8 اكس واي او لو كبرت اكس واي زد هتكبر 8 اكس واي، فانت ينفع تضرب في فاكتور زي ما انت عايز طالما انت الفاكتور ده مش بيقلب في الاشاره. تمام. طيب ايه بقى الكونسترين؟ انه داخل السطح، فاتفقنا انه هيبقى منطقي انه الكورنرز وقع على ايه؟ السطح. خلي بالك الاكس واي والزد دي ليها معنيين، المعنى الاولاني هي اي نقطه على السطح، والمعنى الثاني هي ايه؟ هي الكورنر بتاع متوازي المستطيلات. واحنا اتفقنا ان الكورنر هيبقى واقع على السطح، فبالتالي بيحقق ايه؟ الايكويشن. تمام. يبقى ده الكونسترين. طيب طبعا لازم تعمل ايه؟ تساوي معادله بالصفر، وده حاجه مهمه. ده الكونسترين ودي الاوبجكتيف فانكشن. تمام. مين بقى الاتش؟ اللي هي فانكشن اكس واي وزد ولامدا، عباره عن اكس واي زد زائد لامدا في الكونسترين، بس الطرف الشمال من الكونسترين اللي هو اساسا بيساوي صفر، لانه الطرف اليمين بتاع معادله الكونسترين بيساوي صفر. تمام. بقى كده تعمل ايه؟ ناقص واحد. اه مهم قوي ناقص واحد. ماشي. طيب فاضل ده كله بالنسبه لاكس، هيبقى عندك ايه؟ واي زد زائد لامدا في 2 اكس على 9 بيساوي صفر. تمام. وبعد كده فاضل المعادله دي كلها بالنسبه لواي، فيبقى عندك اكس زد زائد لامدا 2 واي على 16 بيساوي صفر، وهكذا. طيب اخر معادله هتلاقي نفسك رجعت للكونسترين تاني. تمام. فاضل بالنسبه للامدا، يبقى ده كله ثابت وده كله ثابت، يبقى تفاضل بالنسبه للامدا هو الثابت اللي جنب اللامدا، يبقى اكس سكويرد على 9 زائد واي سكويرد على 16 زائد زد سكويرد على 36 ماينس 1 بيساوي صفر. طيب هبروز بس كل معادله من دول وادي كل معادله رقم. دول اربع معادلات في اربع مجاهيل، الاربع مجاهيل هما الاكس والواي والزد واللمضه، تصرف وحلهم. والصعوبه في الاناليسيس كلها في ان انا احل اللي الاربع معادلات دول. تمام. حد عنده اقتراح قبل ما امسح كده السبوره؟ مين عنده اقتراح؟ جيب اللمضه بدايه ايه؟ في كل معادله جيب اللمضه بدايه الايه؟ الاكس والواي، وبعدين اكس واي وزد. قول يا باشمهندسه. تمام. هضرب معادله رقم واحد في الاكس. ليه؟ اقول لكم ليه. انا حاسس ان دي هي نفسها دي بس محتاجه ايه؟ اكس. ودي هي نفسها دي بس محتاجه واي، فحضر المعادله الاولانيه في اكس، المعادله الثانيه في واي، والمعادله الثانيه في زد، الثالثه في زد. طيب وبعد كده اعمل ايه؟ هجمعهم على بعض. اقول لكم ليه. انتوا عايزين تطرحوهم، اطرح الاثنين دول من بعض. طيب انا لا، انا هضرب كل معادله من دول في اكس، اسف الاولانيه في اكس والثانيه في واي، واحده الثانيه في زد، واجمعهم على بعض، وبعد كده اقعد المعادله الرابعه في المعادله اللي انا جبتها. اصبروا معايا بس. طيب جاب منين؟ حليتها قبل كده، ملهاش طريقه معينه، فكرت فيها وحليتها قبل كده. فاثنين هضربها في واي، وثلاثه هضربها في مين؟ في زد، واجمع المعادلات دي كلها واسمي المعادله الجديده معادله رقم 5 مثلا. تمام. طيب هيبقى عندي هنا اكس واي زد، وهنا اكس واي زد، وهنا اكس واي زد، لما اجمعهم على بعض
3 اكس واي زد تمام زائد هنا اللمضة ممكن اخدها على مشترك لما اضرب هنا في اكس 2 اكس تربيع 9 تمام يبقى زائد لمضة او 2 لمضة في اكس تربيع على 9 زائد واي تربيع على 16 زائد زد تربيع على 36 كل كلام بيساوي وانا لما اضرب الطرف اليمين المعادله في صفر هيبقى بصفر وكذلك ده بصفر ده بصفر يبقى مجموعها هيبقى بكام بصفر دي معادله رقم كام 5 تعال نبروزها ونقول عليها معادله رقم 5 تمام وبعد كده عوض بالمعادله رقم 4 في 5 يعني ايه شيل ده كله حطه واحد يبقى 3 اكس واي زد زائد 2 لامدا في 1 يساوي 0 سمي المعادله دي رقم كام 6 طيب بس تعالى نجيب اللامدا لوحدها في طرق كتير يا جماعه ها اطرح الاثنين من بعض اطرح ده من ده وده من ده ها اقول ان كلها بتساوي الثانيه بتساوي الثالثه طب بالتالي ده بيساوي ده بيساوي ده وبالتالي ده بيساوي ده بيساوي ده اشيل اللامدا مع اللامدا مع اللامدا تمام 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 صح 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 كل كلام صح طيب دلوقتي اللمضه بكام اللمضه بكام صح كده مش على حاجه اتنين لمضه بيساوي ناقص تمام عوض بقى دي اسمي دي بقى سته عوض بقى بستة في واحد تمام هيبقى عندك ايه طيب الاثنين هتروح مع الاثنين الواي زد والواي زد هيروحوا يعني هقسم المعادلة كلها على واي زد هيبقى عندك واحد ناقص تلاتة اكس تربيع على التسعة بيساوي كام؟ بيساوي زيرو تمام؟ يبقى الاكس تربيع بكام؟ 9 على 3 واكتبها 9 على 3 كده قاصد تمام؟ طيب بالمثل بقى لو عوضت بالمعادله 6 في المعادله رقم 2 هوصل ان واي تربيع بيساوي حد يقول لي بقى تمام؟ والزد تربيع اصل ايه الفرق بين المعادله دي والمعادله دي والثلاث معادلات دول ال9 و16 و36 تمام طيب من الثلاث معادلات دول كل واحده من دول هدي لك حلين تمام بس كل حل عباره عن نقطه والنقطه المقابل ليها تمام اخد الموجب بس تمام متخيلين يا جماعه يعني انت هتديك الاكس الموجبة والاكس السالبة طيب يبقى الاكس بكام 3 على جذر 3 هكتبها كده مش جذر 3 لا انا هاخد جذر اللي فوق ب 3 جذر اللي تحت بجذر 3 طيب الواي 4 على جذر 3 طب الزد 6 على جذر 3 طيب الفوليوم بقى اللي انا عايز اجيبه 8 x y z يبقى 8 تمام في الكلام ده كله اللي هو 3 في 4 في 6 3 في 4 في 6 على جذر 3 اس 3 تمام اللي هي 3 في جذر 3 تمام هتطلع كمية الفوليوم بتاع اكبر تمام فمش ابسط مساله حاجه الفكره دي على فكره بتتكرر كتير باشمهندس كان قال لك ايه اضرب دي في اكس اضرب دي في واي اضرب دي في زد خلاص قال لك يعني الثلاث معادلات دول بيساووا بعض تمام والطرف ده كله بيساوي بعض يبقى الثلاث كميات دول بيساووا بعض خلاص يبقى بالظبط كده يبقى 2 اكس يعني او معنى صح اكس على 9 بيساوي واي على 16 بيساوي اكس تربيع اسف بيساوي واي تربيع على ايه زد تربيع على 36 تمام بيساوي كونستنت تمام فيبقى عندك ايه 3 من كونستنت ده بيساوي كام 1 يبقى كونستنت ده بكام ب
بتلت تمام. يبقى كل واحد فين من دول بكام؟ بيساوي تلت. اضرب بقى في 9 عشان تجيب الاكس، اضرب في 16 عشان تجيب الواي، اضرب في 36 عشان تجيب الزد، وخد الجهاز بتاع كل واحد فيهم. خلاص اي طريقه تفكر فيها بس اتصرف وحل لي الاربع معادلات في اربع مراحل. تمام.